الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بفقه الزكاة ومصارفها وما يستتبع ذلك. وقد ذكرنا في الدرس الماضي مكان النية من الزكاة، وذكرنا أنه لا بد من وجود النية عند عزل الزكاة أو دفعها للفقير، كما تحدثنا عن تقديم الزكاة، هل يجوز تقديمها عن موعدها أو لا، وذكرنا اختلاف العلماء في ذلك. بقي أن نتحدث عن تأخير الزكاة وعن جواز القيمة، هل تخرج القيمة أو العين في الزكاة. أما تأخير الزكاة فلا يجوز، إذا وجبت وجب إخراجها فورا وتوزيعها فورا، ولا يجوز تأخيرها مع إمكان إخراجها، بمعنى إذا حضر الحول وجب إخراج الزكاة ووجب توزيعها فورا، لأنها واجبة على الفورية لا على التراخي. الحج مثلا مختلف فيه، هل واجب على الفور أو التراخي؟ أما الزكاة فهي كالصلاة، واجبة على الفور، إذا حضر وقتها وجب إخراجها، كما قال الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وكما قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فلا يجوز تأخيرها اليوم واليومين أو الثلاثة إلا لضرورة، يعني مثلا واحد صاحب مال ولكن لا يوجد لديه سيولة مالية للإخراج، فهذا إذا أخر حتى تأتي السيولة فهذا من باب الضرورة، والله تعالى يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لكن الزكاة لا يجوز تأخيرها. ومن ثم فرع العلماء على ذلك مسألة: إذا وجبت الزكاة في ذمة صاحب المال ثم هلك المال، فجمهور العلماء على أنها أصبحت دينا في ذمته، لأنها وجبت وأمكن إخراجها ولكنه توانى وتهاون في الإخراج وتأخر، فحينما تجب أصبحت دينا في ذمته، يعني وجب في ذمته مثلا 5000 جنيه، ربع العشر في مال المال، فهل ثم هلك المال بغرق أو حرق أو سرق أو اغتصاب أو غير ذلك من الجوائح التي تصيب المال،
قال العلماء ما دام وجبت الزكاة في ذمته أصبحت دينا عليه. جمهور العلماء على أنه وجبت في ذمته فلا بد من إخراجه. وبعض العلماء يقول لا شيء عليه لأنه ليس مفرطا في هلاك ماله، المال الذي هو سبب وجوب الزكاة هلك، لكن الراجح أنها أصبحت دينا عليه، دين لله تعالى، يعني كالنذر والكفارة وغير ذلك من الأشياء التي تجب لله تبارك وتعالى في ذمة المسلم، فالزكاة أصبحت دينا عليه، بمعنى أنه متى جاء المال، متى جاءه مال أخرج ما وجب عليه من الزكاة. هذا ما قاله جمهور العلماء في مسألة ما إذا هلك المال في يد المزكي بعد وجوب الزكاة عليه، أصبحت الزكاة دينا في ذمته. كذلك فرعوا عليها مسألة أخرى، وهي مسألة ما إذا ذهبت الزكاة نفسها، أخرج الزكاة عند الوجوب وعزلها عن ماله، وأصبحت الزكاة مستقلة عن ماله، فجاء سارق وأخذها أو غاصب أو احترقت مثلا أصابها حريق، هل يضمن أو لا يضمن؟ طبعا العلماء في هذه المسألة اختلفوا، فعند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه قال إنه إذا فرط ضمن لأنه أمين، والأمين إذا فرط ضمن، بمعنى أنه وضع الزكاة في مكان غير أمين، تهاونا به، مع أنه وضع مثلا ما له في مكان آخر، يعني في حفظ شديد مثلا في خزنة وقفل عليها، أما الزكاة وضعها في دولاب معتاد مثلا، فجاء أحد السراق وأخذ إيه؟ وأخذ الزكاة. إذن فهو مفرط، أمين مفرط، والأمين في الأموال إذا فرط يضمن، أما إذا وضعها في مكان أمين كالذي يضع فيه أصل المال إذا لم يفرط، يعني وضعها في مكان وأغلق عليها غلقا محكما، ولكن السارق عرف مكانها ودخل وأخذها، أو أصابها حريق، أو أخذت منه كرها، دخل عليه واحد مثلا بالسلاح وهدده إن لم يأت بها قتله، فأعطاه الزكاة. إذن فهو لم يفرط، والأمين إذا لم يفرط لا شيء عليه. وبعض العلماء كما ذكر العلامة ابن رشد في بداية المجتهد قال إنه يضمنها مطلقا، فرط أو لم يفرط، وبعضهم قال لا يضمنها مطلقا، فرط أو لم يفرط، ولكن الراجح ورأي الإمام مالك في الفرق بين المفرط وعدم المفرط. وسبب هذا الاختلاف في التضمين وعدم التضمين أن الزكاة هل هي عبادة كالصلاة فقط تتعلق بذمة المزكي، أو أنها حق مالي وجب في مال فهي تتعلق بالمال، يعني هل تتعلق بذمة المزكي أو تتعلق بالمال ذاته؟ فالعلماء قالوا الحقيقة أنها تحمل المعنيين معا، فهي عبادة كالصلاة سواء بسواء، يعني لها أحكامها الخاصة بها ولها مواعيدها الخاصة بها، وهي أيضا
عبادة مالية تتعلق بأصل المال، لأن الله قال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فجعلها حقا للفقراء في المال، وكما في حديث الطبراني إن الله فرض في أموال الأغنياء بقدر الذي يسع الفقراء، فهي تحمل معنيين معا، عبادة تتعلق بالمزكي وتتعلق بنفس المال، بنفس المال. فمن نظر إلى أنها عبادة تتعلق بذمة المزكي قال إنه لا يضمن، ومن نظر إلى أنها حق وجب في مال فصاحب المال يضمنه حتى يصل إلى مغدره. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة كلهم، فهو يضمن هذا الحق حتى يوصله إلى صاحبه. هذا هو سبب الاختلاف كما ذكره العلامة ابن رشد في بداية المجتهد. لكن طبعا على حسب حال الغني، يعني إن استطاع أن يدفع مكان هذا المال الذي وجب يبقى الأفضل له تبرئة للذمة أن يخرج مكان هذه الزكاة حتى لا يضيع على الفقراء حقهم، وحتى يخرج من الخلاف. فالعلماء يقولون الخروج من الخلاف مستحب، والعبادة المتفق عليها أفضل من العبادة المختلف فيها. هذا ما يتعلق بمسألة تأخير الزكاة أو هلاك المال أو هلاك الزكاة. هناك مسألة تتعلق أيضا بالمصارف وهي دفع القيمة، وقد ذكرنا في زكاة الفطر كلام العلماء في جواز إخراج القيمة، ونذكره هنا بأوسع مما ذكرنا، وهي من ضمن المسائل التي يختلف فيها الناس كثيرا خاصة في عصرنا، لكنهم يختلفون أكثر في زكاة الفطر، في زكاة الفطر. ونفس الخلاف هو، ولكن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه في باقي الزكوات، يعني غير زكاة الفطر، له روايتان، رواية بجواز إخراج القيمة ورواية بعدم جواز إخراج القيمة. لكن في زكاة الفطر قال لا تصح من غير المأكول أو المطعوم. لكن الإمام أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه أجاز إخراج القيمة مطلقا، أجازها في الزكاة في كل الزكوات، وأجازها في الكفارات، وأجازها في النذور. هو مذهبه أوسع المذاهب في جواز إخراج القيمة في مثل هذه الأشياء. وأكثر الناس تشددا في عدم جواز إخراج القيمة هم الشافعية. الإمام الشافعي يمنع إخراج القيمة في أي نوع من أنواع الزكاة مطلقا، والمالكية عندهم قول بالإجزاء مطلقا، وقول بعدم الإجزاء، وقول بالإجزاء مع الكراهة. احنا عندنا في المالكية ثلاثة أقوال في جواز إخراج القيمة أو عدم جواز إخراج القيمة. واستدل العلماء طبعا الذين منعوا إخراج القيمة في الزكوات قالوا إنها عبادة وجبت في مال، فلا بد أن يخرج أو أن تخرج الزكاة من جنس المال الذي وجبت فيه الزكاة. واستدلوا بحديث رواه أبو داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن قال له خذ الحبة من الحب
والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر. حدد له صلى الله عليه وسلم الزكاة التي يأخذها، يعني يأخذ الزكاة من جنس المال، من جنس المال لا من قيمته. هكذا استدل هؤلاء أصحاب هذا القول الذين منعوا القيمة، وقالوا إنها عبادة مالية إذا وجبت في مال لا يجوز أن يخرج من جنس آخر. لكن المجيزين لإخراج القيمة قالوا في حديث سيدنا معاذ إنه من باب التيسير على أرباب الأموال، لأن أصحاب البقر وأصحاب الغنم وأصحاب الإبل وأصحاب الزرع لا يوجد معهم في الغالب مال، لا يوجد معهم مال، فأراد أن ييسر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لو وجب على رجل مثلا شاة في خمس من الإبل ولم تكن عنده شاة اشترى شاة وأخرجها، قالوا فكما يجوز له أن يشتري شاة ليخرجها عن خمس من الإبل يجوز أن يخرج ثمن الشاة، هي لأنه إخراج من غير جنس المال، إخراج من غير جنس المال. وفي كتاب سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لأصحاب الأمصار قال لهم إذا وجبت في الزكاة مثلا جزعة يعني بنت سنة فلم توجد، قال أخذ منه حقة، يعني يأخذ سنا أكبر من السن ويعطيه المصدق، يعني الذي يجمع الزكاة يعطيه شاتين وعشرين درهما، فرق ايه؟ فرق السن، لأن مثلا الجزعة تبقى بنت سنة مثلا والحقة مثلا تبقى بنت سنتين أو ثلاث سنين، فهذا فرق ما بين السنين، هذه قيمة، هذا تقويم، يعني إخراج للقيمة. كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة عظيمة، رأى ناقة عظيمة من نوق الصدقة، نوق الزكاة، فقال قاتل الله صاحب هذه الناقة، يعني الذي أتى بها من صاحبها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحذر المصدقين الذين يجمعون الزكاة، يقول لهم وإياكم وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذوا أعلى المال وإنما خذوا الوسط، الوسط. لكن لما رأى هذه الناقة العظيمة، لأن نفس المزكي تتعلق بالشيء النفيس من المال، حينما يأخذها منه يعني يكون قد أخذ منه شيئا تعلقت به نفسه، فقال الرجل أنا يا رسول الله أخذتها ببعيرين، يعني وجب على الرجل بعيران، فقال لي خذ هذه الناقة مكان البعيرين، فأخذتها ببعيرين. قالوا هذا تقويم، يعني قوم الناقة العظيمة بالبعيرين، ولا فرق طبعا بين أن يقومها ببعيرين أو بمال، هذا من هذا. إذن فالتقويم جائز، التقويم جائز. قال عليه الصلاة والسلام فنعم إذن، فنعم إذن، يعني رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا التقويم.
كذلك استدلوا بحديث رواه البخاري معلقا، هو حديث سيدنا معاذ ابن جبل حين قال لأهل اليمن ائتوني بثياب خميس أو لبيس، يعني قديم أو جديد، أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة. في رواية البيهقي ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس مكان الشعير والذرة، أيسر عليكم وأهون وخير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. في رواية البيهقي، وهذا طبعا حديث صحيح رواه طاووس إمام أهل اليمن، وهو تلميذ ابن عباس، وكان عالما كما يقول الحافظ ابن حجر، كان عالما بأخبار معاذ وإن لم يره. هذا أمر واضح طبعا، ومعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن سيدنا معاذ إنه أعلم الصحابة بالحلال والحرام، قال وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، حتى إنه يحشر يوم القيامة يحمل لواء العلماء، سيدنا معاذ ابن جبل. إذن فهذا اجتهاد من سيدنا معاذ في جواز أخذ القيمة مكان الشعير والذرة، لأن أهل اليمن أهل ثياب، كانوا مشهورين بنسج الثياب، أما أهل المدينة فكانوا أهل زرع، فلا شك أن الثياب خير لهم من الشعير والذرة، خير لهم من الشعير والذرة. فهذا طبعا اجتهاد قبله الصحابة رضي الله تعالى عنهم في زمن سيدنا معاذ ابن جبل، ومال إلى ذلك الإمام البخاري في صحيح، وترجم بابا الباب أخذ العروض في الصدقة، باب أخذ العروض في الصدقة، لأن الثياب عروض تجارة، فمال إلى ذلك البخاري. فالحافظ أبو بكر بن العربي الفقيه المالكي قال قال وافق البخاري الحنفية مع كثرة مخالفتهم، مع كثرة مخالفتهم يعني في استنباط الأحكام، وقال ولكن قاده الدليل، ولكن قاده إلى ذلك الدليل الذي ذكره عن سيدنا معاذ ابن جبل. إذن فالذي رجحه العلماء خاصة في عصرنا هذا جواز إخراج القيمة في الزكوات، خاصة إذا جمعت الزكاة مثلا في صناديق في المساجد أو عن طريق الحاكم لو عمل بيتا للزكاة، لا شك أن أخذ القيمة مثلا في زكاة الزروع والثمار أو في زكاة الأنعام، لا شك أن المال لا يحتاج إلى حمل كثير، وإلا لو مثلا أخذنا البقر والغنم والجواميس والإبل نحتاج إلى ناقلات كثيرة، ونحتاج إلى مكان كبير وحراسات وتهيئة للطعام والشراب، كل ذلك بأموال، كل هذا بأموال. لكن إذا أخذنا مثلا ثمن البعير أو ثمن الزرع أو ثمن الغنم أو ثمن الثياب لكان هذا أهون، أهون في الأخذ وأهون في التوزيع، وأهون في التوزيع خاصة في عصرنا هذا بالذات، أخذ القيمة في سائر الزكوات أفضل. ولذلك الإمام أحمد سئل
كما روى أبو داود في سننه سئل عن رجل باع ثمر نخله، يعني باع التمر، فماذا يجب عليه من العشر، يعني كيف يخرج؟ قال: إن شاء من ثمنه وإن شاء من تمره، يعني إن شاء أن يخرج تمرا وإن شاء أن يخرج ثمنا. الإمام أحمد بالذات يعني في غير زكاة الفطر له رواية، هذه الرواية رواها أبو داود عنه، لما سئل عن الرجل الذي باع ثمرة نخله وهو التمر أو البلح، قال: إن شاء من الثمن وإن شاء من الثمر. لأن المزكي إذا لم يكن عنده ثمر يجوز له أن يشتري ثمرا من بعيد، يعني واحد مثلا عنده أو باع طن مثلا من التمر، فعليه مثلا إن كان بيسقي من غير آلة عليه 100 كيلو في الألف العشر، أو 50 كيلو إذا كان يسقي بآلة. فإذا باع الثمر كله فيجوز له أن يشتري تمرا مثلا 50 كيلو أو 100 كيلو ويوزع على الفقراء المساكين، ويجوز له أن يدفع عن 1000 جنيه 50 جنيه أو 100 جنيه على حسب سقي النخل، إن كان بآلة أو من غير آلة. إذن فكثير جدا من العلماء من المالكية والحنابلة والشافعية ومعهم سيدنا سفيان الثوري والحسن البصري وعطاء، كل هؤلاء أجازوا إخراج القيمة. ومال إلى ذلك ابن حزم الظاهري رغم تشدد الظاهري، ولكن هذه الآثار التي ذكرناها جعلتهم يقولون بجواز إخراج القيمة، جواز إخراج القيمة. ولا شك أننا في عصرنا هذا هو الأليق بحال العصر. إذن يستنبط من هذا كما ذكر فقهاء العصر أيضا أنه لو كان واحد مثلا صاحب مصنع ثياب أو تاجر ثياب، فهل يجوز له إخراج الزكاة من الثياب أم لابد أن يقومها ويخرج من ثمنها؟ بناء على هذا الخلاف والراجح أنه يجوز أن يخرجها ثيابا وأن يخرج من ثمنها، ولكن لابد أن يراعي شيئا مهما، وهو أنه يخرج الثياب الوسط، يعني لا يخرج الغالية الثمن ولا يخرج الرخيصة جدا ولا يخرج السلعة البائرة التي تركت في السوق يعني ولا قيمة لها. وهذا هو الذي يخاف منه العلماء في إخراج القيم، أن بعض المزكين يكون يعني بخيلا فيخرج رديء الثياب أو رديء البضاعة عنده، بضاعة ركنة عنده مش راضي تتباع فيخرجها عن الزكاة. فطبعا لكن لابد أن يراعي هذا، إذا أخرج من الوسط، أخرج من الوسط، لا الثياب الغالية ولا الثياب الرديئة. وكذلك يعني اشترط العلماء شرطا آخر، قالوا إذا احتاج الفقير لذلك، يعني جاء الفقير وطلب كسوة له ولأولاده، طلب كسوة له ولأولاده، يبقى إذن الغني يعطيه الكسوة مهما بلغت 1000، 2000، 3000 ويخصمها من الزكاة. وكذلك
تاجر الأحذية الذي يصنع الأحذية. برضو لو واحد من الفقراء أراد أن يأخذ منه له ولأولاده ولبناته، يجوز أن يخرج الأحذية ويحسبها من زكاة المال. وهكذا الذين يصنعون مثلا الأطعمة زي المكرونة مثلا والشعرية والأطعمة دي، يجوز أيضا أن يخرجوا زكاة أموالهم من نفس الشيء المصنوع، خاصة أن هذه الأشياء يحتاج إليها الناس، يحتاج إليها الناس. فلو أخرجوا من الثمن بها ونعمة، وإن أخرجوا من العين جاز ذلك بالشرطين. قلنا الشرط الأول ألا يخرج من الرديء، وإنما يخرج من الوسط، وأن يكون الفقير محتاجا لذلك. وهذه يعني فتاوى طبعا ميسرة لأصحاب الأموال الذين يتاجرون في الثياب والأطعمة أو يصنعونها. يبقى لهم أن يخرجوا مالا، ولهم أن يخرجوا من عين ما يصنعون أو من عين ما يتاجرون. وهناك طبعا مسألة أيضا تتعلق بالمصارف، وهي هل يعلم الفقير بأنها زكاة؟ يعني حينما يعطى الفقير الزكاة حين الإعطاء، هل يقول له هذه زكاة؟ الإمام مالك قال لا، قال لما فيها من كسر قلب الفقير. والإمام أحمد قال لماذا تقرعه؟ لماذا تقرعه؟ أعطه زكاة مالك ولا تخبر، خاصة إذا كان معروفا بالفقر، إذا كان معروفا بالفقر. أما إذا كان شاكا في حاله، إن كان شاكا في حاله يبقى لابد أن يخرجه، أن يعلمه حتى لا يطعمه الحرام. والدليل على ذلك حديث أبي داود حينما جاء شابان قويان وقال يا رسول الله أعطنا مما أعطاك الله، قال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي. يعني الزكاة لا تصح للغني ولا للقوي المكتسب، لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب، وفي رواية ولا لذي مرة سوي. لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. ذي مرة أي ذي قوة، وسوي أي سوي الأعضاء. فإذا كان هكذا يبقى لابد أن يعلم أن هذه زكاة، فإن كنت من أهلها فخذ، يعني إن كنت فقيرا فخذ، إن كنت قويا مكتسبا وتستطيع يعني أن تحصل المال بقوتك وعملك لا يجوز لك أن تأخذ، لأن هذا يقول العلماء غني بالقوة، غني بقوته، يعني هو يساوي الغني بماله. القوي المكتسب قرنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغني، لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوية ولا لقوي مكتسب، في لفظين في الحديث. إذا خاف الغني
من أن يرد الفقير عليه الزكاة عن طريق الهدية أعلمه بذلك، يقول له هذه زكاة، لأن هذا ضرورة، وإلا رجعت عليه مرة أخرى. فإن رجعت إليه وجب أن يخرجها. يعني إذا رد الغني الزكاة يعني الذي أخذها على صاحبها وجب عليه أن يخرجها، لأنه فهم أنها هدية وليست زكاة، يبقى لابد أن يتصدق بها. لكن يحرم على الغني أن يأخذ الزكاة أصلا. يعني الإعلام في هذه الحالة عند الشك في حال الآخذ، الإعلام حماية له من الحرام، حماية له من الحرام، فلا بد أن يعلمه في مثل هذه الحالة. نعم. نعم، أنا أقول القوي المكتسب الذي لا يجد كسبا فهو فقير، أو يجد كسبا لا يكفيه. العلماء نصوا على هذا، يعني القوي المكتسب يعني يشترط في عدم إعطائه أن يجد ما يكسبه وأن يجد ما يكفيه، يعني يكسب ما يكفيه. فلو مثلا كسب 500 جنيه وهو يحتاج إلى 1000، يبقى إذن يعطى ما يكمل له 1000 من الزكاة، وهو قوي مكتسب، لكن لا يجد ما يكفيه، لا يجد ما يكفي، فيكمل له. هذه مسألة دقيقة جدا، بس واحد يقول فلان قوي فلا يعطى من الزكاة، لا، فإذا القوي إذا لم يعطى من الزكاة وهو فقير لا يجد كسبا أو يجد كسبا قليلا، يضطر إلى السرقة والرشوة والغصب، يعني يأخذ مالا حراما، لكن الإسلام يعني لابد أن يعطي المحتاج، هذا من باب التكافل الاجتماعي، يعطي المحتاج أصلا. والفقير المعدم يقول عنه الفقير المعدم، ويعطي الفقير الذي لا يجد الكفاية حتى وإن كان قويا، احنا ذكرنا في مسألة الغنى المانع من الزكاة، قلنا هناك غنى لا يمنع من أخذ الزكاة، قلنا الذي يملك أصولا لا يستطيع التصرف فيها، زي الذي يملك عمارة مؤجرة من القدم ويأتي منها إيجار قليل جدا، مع أن العمارة مثلا يعني لو بيعت تأتي بمبلغ كثير، ولكن لا يستطيع بيعها لأنها مؤجرة والإيجار لا يكفي، فهذا يأخذ من الزكاة غنى، لكن لا يمنع من إيه؟ لا يمنع من أخذ الزكاة. تحدثنا عنها المسألة دي منذ درسين. كذلك من السنة في مصارف الزكاة الدعاء، للمعطي، سواء من الدعاء من المعطي والدعاء للمعطي، يعني يدعو ويدعى له، سواء كان الآخذ منه الفقير أو الآخذ منه الوكيل أو الحاكم، إذا كان يجمع الزكاة فعملا بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم،
وصلي عليهم أن يدعو لهم، كما ورد في البخاري من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جيء له بصدقة أي بالزكاة قال: اللهم صل على آل فلان، قد فجاء أبي عبد الله، عبد الله بن أبي أوفى، فجاء أبي عبد الله فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني أنزل عليهم رحمتك. فالصلاة من الله على عبده رحمة، اللهم صل على آل أبي أوفى، أي اللهم أنزل عليهم إيه؟ اللهم أنزل عليهم رحمتك. وهذا كما قال الإمام الشافعي ليس شرطا أن يكون بهذا اللفظ، يعني كل واحد مثلا دفع زكاة يقول اللهم صل عليك مثلا، اللهم صل على فلان. يعني روى النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل بناقة من نوق الصدقة فقال: اللهم بارك له في ماله وإبله، اللهم بارك له في ماله وإبله. يعني واحد يقول ماذا نقول؟ لا، إذا واحد قال لك خذ هذه الزكاة ووزعها على الفقراء فقل له إيه؟ بارك الله لك في مالك وتجارتك، يعني أدعو الله له بالبركة. وإن قال له بارك الله لك مثلا أخلف الله عليك فيما أعطيت وجعله لك طهورا وبارك لك فيما أبقيت، يعني أي دعاء من هذا النوع يكون صحيحا. أو مثلا يقول جعلها الله لك مغنما ولم يجعلها لك أو عليك مغرما، قال: وهذا يستحب في حق المعطي أن يقول: اللهم اجعلها مغنما لي ولا تجعلها مغرما علي. مغنما لي يعني في الدنيا والآخرة، يعني بحيث تكون غنيمة له يساب عليها، لا أن يدفعها كرها فكأنها غرم عليه، لأنه طبعا في حديث رواه الترمذي: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء، ومنها إذا كان الإيه كانت الزكاة مغرما، والمغنم دولا، يعني المغنم يتداوله الأغنياء ولا يعطون منه الفقراء، وكانت الزكاة مغرما، يعني كأن المزكي يدفعها على سبيل الغرم والغرامة، يعني لا يدفعها طيبة بها نفسه، يقول احنا يدفعها كرها وغصبا، لا، وإنما المفترض أن تكون مغنما لا أن تكون مغرما، يعني يدفعها طيبة بها نفسه وهو راض بها. ليه؟ لأن هذا أمر أوجبه الله كالصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فكذلك الخاشع يدفع الزكاة على أنها مغنم وغنيمة، لأن من أيقن بالخلف جاد بالعطية، من أيقن بالخلف جاد بالعطية، فهو يدفعها على أنها غنيمة له من الله تبارك وتعالى، ثقة في وعد الله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فهو يدفعها على سبيل الإيه؟ على سبيل الغنمة، لأنها غنيمة، وإن كانت نقصا في المال ولكن ما نقص مال من صدقة، لأن الزكاة لغة النماء والزيادة، فدفعها مغنما يزيد
يزيد في المال، يزيد ايه؟ في المال، يزيد في المال. وهذا معنى لابد من ملاحظته عند دفع الزكاة، فيدعو لنفسه ويدعى له بأن تكون مغنما له لا مغرما ايه؟ لا مغرما عليه. كل هذه من ضمن المعاني الواجب توفرها في ايه؟ في زكاة المال. كذلك قال العلماء كل مال جاز التصدق منه وجبت الزكاة فيه، بمعنى إذا كان المال حلالا. خلي بالك هذا يتعلق أيضا بإعطاء الزكاة. قالوا فالمال الحرام لا تجب فيه الزكاة. ليه؟ لأنه لا يجوز التصدق منه، لا يجوز التصدق منه، إذن فلا تجب الزكاة فيه، لأن الصدقة لابد أن تكون من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب. فقال العلماء دي قاعدة عندهم في باب الزكاة، ما جاز أن يكون صدقة وجبت فيه الزكاة، فالمال الحرام لا تجوز منه الصدقة، إذن فلا تجب فيه الزكاة. وهذا أمر مهم جدا. فالمال الحرام يجب أن يخرج كله، يجب أن يخرج كله ويتخلص منه كله، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. واعلموا أن الله غني حميد سبحانه وتعالى. انظر لقوله من طيبات ما كسبتم، يعني التجارة. ومما أخرجنا لكم من الأرض، يعني الزراعة. وهذا من أطيب الكسب، للتجارة والزراعة. أما الربا وأصحاب الربا الذين يرابون بالمال، فهؤلاء لا يقبل الله منهم لا صدقة ولا زكاة، لا صدقة تطوعية ولا زكاة فرضية، وإنما كما قال الله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. بعض الناس يسأل ويقول أنا أودعت مالي في البنك مثلا، فيعني ربح فائدة كثيرة، فهل تجب الزكاة على هذه الفائدة؟ يعني وضع 100,000 ركنها مثلا في البنك 10 سنين 20 سنة وصلت 150,000، يقول لك ايه ال50,000 الزائدة دي عليها زكاة؟ لا، دي تخرج كلها ويتخلص منها. يقول هل لي ثواب؟ لك ثواب التوبة من المال الخبيث وليست صدقة، لك ثواب التوبة من المال الخبيث، لأن الله قال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أنت تأخذ 100,000 والخمسين أو 100 التي هي من الحرام يجب عليك أن تتخلص منها. هذه مسألة أيضا من ضمن المسائل المهمة. كذلك مسألة إسقاط الدين من الزكاة، دي من ضمن المسائل الشائعة وموجودة في المجتمع بكثرة، لأنه ما من تاجر
إلا وله ديون عند الناس، ديون حية وديون ميتة، ويكثر السؤال عنها كثيرا. طبعا احنا ذكرنا في الدرس الماضي مكان النية من الزكاة، وقلنا ان الأئمة الأربعة قالوا بوجوب قران النية عند عزل الزكاة او عند اعطائها للفقير، عند العزل او الاعطاء. انت حينما اعطيت المقترض مالا، هل اعطيته بنية الزكاة؟ طبعا لا، اعطيته بنية القرض. إذن فالعقد بينك وبين المدين عقد قرض، إذن فلا يتحول إلى زكاة. ليه؟ لأن الزكاة شرطها النية. ينفع أصلي 4 ركعات وأقول خليهم العيش النار؟ 4 ركعات نفلة، واحد صلى 4 ركعات وبعدين هو لسه عليه العيش، يقول أنا صليت 4 خليهم عيش، أو صليت 2 ركعات نخليهم صبح، ينفع؟ طبعا لا، لابد من النية قبل الدخول في العمل، يعني قبل أن يخرج الزكاة من ماله يستحضر النية عند الإخراج أو عند الإعطاء. وكذلك التمليك، العلماء قالوا إيه في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، اللام للتمليك، لكن بالنسبة للدين هذا إسقاط وليس تمليكا، هو دين واجب في ذمته، فأنا أسقطته عنه، أنا أسقطته عنه، لكن هل يحسب من الزكاة؟ طبعا العلماء قالوا لا، الأئمة الأربعة قالوا لا، وإن كان وارد عند الحسن البصري وعطاء بالجواز، لكنها أقوال ضعيفة كما ذكرها أبو عبيد في كتاب الأموال، قال هذا رأي ضعيف، من ذهب إلى أن الإسقاط يعد من الزكاة إن نواه الغني، لكن هذا إيه؟ هذا لا يصح. لكن هناك حيلة لابد من إيجاد حيلة لأصحاب الأموال الذين لهم ديون كثيرة عند الناس، ويعجز الغرماء عن أدائها، وهي أن يتبرع غني بسداد هذه الديون أو بعضها عن المدينين أو الغارمين، وكذلك الغني الآخر يدفع له ما على الفقراء عنده، حتى ندخل الفقراء في سهم الغارمين، يبقى كل واحد من الأغنياء يتفق مع غني آخر ويقول له أنا أدفع لك ما على الغارمين من ديون، وأنت تدفع لي ما على الغارمين من ديون، مع الإعلام يقول له خلاص أسقطنا عنك الدين وقد دفعه عنك فلان. يبقى إذا دفع غني نيابة عن مدين دينه صح ذلك. كذلك لو أعطاه الغني مالا من غير اتفاق، أعطاه مالا فملكه الفقير، قال له أنت لك عندي دين تفضل، يبقى كده خرج من المشكلة، لأن المال ملكه، ملكه الفقير، خلاص أصبح ليس إسقاطا، وإنما هو ملك مالا وسدد من هذا المال الدين، هذا صحيح.
والمسألة دي يعني سئل عنها الإمام أحمد رضي الله عنه قال: فلو أعطى الغني الفقير مالا على أن يعطيه الدين من غير شرط جاز، لأنه يعني يجوز أن الفقير يأخذ المال ويمشي وممكن يسدد الدين هو حر، لكن لو أعطاه على الشرط قال له أعطيك من الزكاة بشرط أن ترد علي الدين، قال لا يجوز لا يجوز، وإنما يجوز من غير شرط بحيث يكون الغارم يعني حرا في أن يدفع أو لا يدفع، والله أعلم هذا يدفع ولا لا. بس يدفع آه. طبعا الأفضل يعني المفروض يعني من باب المروءة يعني وجزاء للذي فك الكربة، يعني فك كربته المفروض إذا وصل إليه مال لأنه أصبح غنيا، ومطل الغني ظلم كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني إذا وقع المال في يده ولم يسدد الدين أصبح مماطل ومطل الغني ظلم. اتخذ وسيلة. نعم آه. وبعدين برضو العلماء قالوا ذكروا العلة اللي بيقولها الدكتور عادل يعني وهي مسألة أنه إذا أسقط الدين عن المدينين وحسب من الزكاة فتح الباب للتجار أولا أن يبيعوا ما شاءوا بالدين، وإذا عجز المدينون حسبوه من الإيه؟ من الزكاة، وفتح الباب أيضا للفقراء أن يستدينوا ثم يقولون للأغنياء اخصموا من الزكاة، وهكذا. دي برضو من ضمن العلل اللي ذكرها علماء المذاهب الأربعة في عدم جواز إسقاط الدين وحسابه من الزكاة، فلا يسقط الدين من الزكاة ويحسب من الزكاة، وإنما لا بد من من التمليك، هذه هي العلة الأصلية، لا بد من التمليك لأن الإسقاط ليس تمليكا، الإسقاط ليس تمليكا ولذلك قالوا مسألة تتعلق بهذا: هل لو أطعم أضيافه الفقراء من مثلا من ماله ثم حسب ذلك من الزكاة، يعني أحيانا يدخل واحد فقير أو اثنين أو خمسة أو عشرة فتطعمه وتكلف مثلا 100 جنيه 200 جنيه تقول بعد كده نحسبها من ايه؟ من الزكاة. لا، قالوا هذه إباحة وليس تمليكا، انظر إلى العلة، يعني أباح لهم أن يأكلوا لكن لم يملكهم، بخلاف ما لو جهز طعاما وأعطاه إياهم يبقى إذن هذا تمليك. إذن فرق بين ايه؟ إباحة الأكل وبين إعطاء الأكل، فلو أباح الأكل فقط لا يجوز أن يحسبه من الإيه؟ من الزكاة، أما إذا أعطاه الطعام يعني أعطاه الخبز وأعطاه اللحم وأعطاه الأرز وقال له كل في بيتك مثلا يبقى هذا إيه؟ هذا صحيح، زي الناس الذين يجهزون مثلا الشنط الفقراء والمساكين فيها مواد تموينية، يعني يحتاج الزيت والسمن والسكر والدقيق والأشياء التموينية دي، ويملكونها للفقراء والمساكين ويرسلون إليهم في البيوت، فقالوا إيه؟ يعني هذا أيضا جائز على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه على جواز إخراج القيمة، لأن هذا بدل الثمن، بدل أن يعطيه الثمن أعطاه الطعام كما يعطيه الكسوة أيضا، يعني سواء أعطاه كسوة أو أعطاه طعاما كل هذا تمليك، عشان علة الإيه؟ علة التمليك، إنما الصدقات للفقراء فاللام للتمليك، لكن الإسقاط لا، الإباحة لا، لأنه طبعا إيه؟ ما نعرفش إيه اللي أكله وإيه اللي ترك، ممكن يأكل قليلا
ويترك كثيرا طبعا، والباقي ماذا يصنع به؟ وهو من الزكاة. لكن هذه إباحة على أي حال، يعني إباحة الطعام لا تغني عن التمليك، لا تغني عن التمليك. لابد أن نفهم العلة في مصارف الزكاة بالذات، يعني المصارف الأربعة الأولى بالذات فيها إيه؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، لأن هؤلاء يملكون الزكاة، يعطون تمليكا. تسليم الزكاة للجمعيات الخيرية. احنا قلنا بس بشرط ان يكون القائمون على هذه الجمعيات من الامناء الفقهاء، مش اي واحد، لان كثير جدا من الذين يقومون على الجمعيات لا يفقهون شيئا في مصارف الزكاة. احيانا يأتون بنجف ومراوح وفرش للمساجد، أموال الفقراء أصبحت للترفيه. نعم، لابد أمين فقيه، أمين وفقيه، يعني يعرف هذا الكلام الذي نتكلمه في درسنا هذا، وإلا لا يجوز إعطاء، لأن أكثر الأمناء القائمين لا يفقهون شيئا في المصارف. طب في السعودية ما هو الشرط؟ عشان هما طبعا في لجنة علمية بتراعي السن وتراعي التوزيع وتراعي وقت الذبح، لأنه طبعا محدد بأربعة أيام، في هناك لجنة علمية قائمة على هذا. يعني خلاص أنا بدفع الفلوس؟ خلاص أنت وكلت، وكلت أمينا فقيها، وكلت أمينا فقيها. فكذلك في الزكاة، يعني في السعودية أنت في الفدية وفي الهدي بتوكل أمناء فقهاء، فكذلك في مصر تدفع الزكاة للفقهاء الأمناء الذين يضعونها في مصارفها الأصلية. أيوة. مواد الرحمن في رمضان مثلا في ناس بتعملها من الزكاة، مواد في الفطر وناس تعملها موائد توديها للبيوت شنط. احنا بنقول اهو طبعا الموائد دي اباحه لا تصح من الزكاه، موائد الافطار في رمضان لا تصح من الزكاه لانها اباحه مش تمليك، نفس الكلام ينطبق عليها. لكن اذا عملت وجبات يجوز أن توزعها في البيوت، يبقى ملكت كل أسرة إفطارها، أصبحت ملكا لهم، يأخذونها يأكلونها يبيعونها يتصدقون بها، هم أحرار. يبقى هنا التمليك، شوف معنى التمليك محقق. كمان الموائد، موائد الرحمن عامة، يدخلها الغني والفقير والكافر والمسلم. أو المشكلة الكبرى في القائمين على الجمعيات في المساجد، يعني يعملون هذه الأشياء من الزكاة، يجهزون موائد الرحمن من الزكاة ولا يسألون أحدا. يعني الذي يعطيهم المال المفروض طبعا يسألوا، هذه صدقة للإفطار ولا زكاة؟ زكاة تعزل في جانب بعيدا عن موائد الرحمن، صدقة لموائد الرحمن يبقى يجوز أن يأكل منها الجميع، يعني الغني والفقير والكافر والمسلم. هذه مسألة عامة هنا في القاهرة بالذات، وأكثر موائد الرحمن 80% منها قائم على الزكاة، ولذلك الورع لا يأكل منها. لما يكون واحد من الأغنياء
لا تحل له الزكاة، هذا مال مشكوك فيه، ويحرم على القائمين على هذه الموائد أن يضعوا من الزكوات في مثل موائد الرحمة، وإنما هي تكون من باب الهدية أو التصدق حتى تكون عامة لجميع الناس. فلا بد من تبليغ هذه الأحكام للناس حتى يعم بها النفع. فنسأل الله تبارك وتعالى.